السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة الجديد مع حنان. كنشكركم بزاف بزاف على الزيارة ديالكم لهاد القناة، والناس اللي متبعيني دائما كنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. المهم الدرس ولا الفيديو ديال اليوم غادي يكون على كيفاش تنظمي وقتك. غادي نعطيكم افكار على تنظيم الوقت باش هكا ما تحسيش بالعياء والارهاق وما يجيكش ستريس وما تخلطيش هكا في راسك، لان الا تبلوكيتي صافي ما كيبقاش الراس باش تفكري مازال في شي حاجه اخرى جديده. اولا غادي نهضر على الاغلبيه كاينين في الدار، يعني خدامين في الديور ما عندهمش محلات، خدامين في ديورهم ومعاهم البيبي الدراري ديالهم معاهم وليداتهم، وما كيعرفوش كيفاش يديروا يخدموا الوقت اللي يخدموا فيه والوقت اللي غيشقاو فيه. الا تبعوا الشقه غتبقى تشقى النهار كامل ما غاديش تسالي، لان الشقه ما تيساليش، يكذب عليك شي واحد اللي يقول لك ساليت. ضروري من ما تبقى شي حاجه، ضروري من الهبيش، وبالاخص العيالات اللي فيهم ديك اللوله ديال الهبش هبش هبش في القناص ما غاديش تسالي هذيك نهائيا. المهم غادي نعطيكم بزاف ديال الافكار، وانتوما يعني شوفوا انا كنهضر، انت يعني حطي راسك في بزاف ديال الحوايج، حطي راسك في هذه عجبتك مزيان، ما عجبتكش ما سلكاتكش، حطي راسك في الاخر، حطي راسك في الاخر حتى تلقاي راحتك وتلقاي السيستم اللي غادي يجيك. انا ما نقولش لكم انا فرحانه في حياتي صافي ما عندي حتى شي مشكل، قاده بشغلي كنوفق ما بين هنا وهنا، راه ضروري ما كيبقى واحد النقص وضروري ما تتعياي، راه ما يمكنش حيت المراه انا بعدا تنعطي البونجور لكاع العيالات، حيت الراجل انفو تيسالي الخدمه صافي تيمشي للقهوه يجلس في القهوه تيجي للدار، يعني ما عندوش شي تمارة اخرى. المراه لا، الا خدمت مشكله كتولي عندها الخدمه وتمارة ديال الدار وزيد الدراري وكلشي، يعني كتزاد الخدمه فوق داكشي كامل، يعني كتكون تمارة بزاف. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، ان التمارة كتكون على المراه بزاف، بالاخص المراه اللي خدامه، ولكن تقدري انت تفادي هادشي كامل وتقدري ما تضربيش هاد التمارة كامله، واخا هي كاينه تمارة كامله تقدري ما تضربيهاش، وتقدروا اليوم تعرفوا عليه واحد النوع اخر لواحد تعرفوا عليه واحد الكوتي اخر من حياه حنان. المهم انا في الصراحه ملي كنت في الدار، يعني غنهضر ملي كنت في الدار ماشي دابا المحل، كنت انا كنت بلوكا كنترون ملي كنشوف الروينه والخدمه صافي ما كنبقاش عارفه اش غندير، واش نخدم ولا نجمع الدار، ولا يعني الناس واقفين لك على حوايجهم ما تعرفيش اش غديري. بالاخص كنت كنخدم الراندة في الدار حتى هي تتشد اليد، خدمت الماكينه، خدمت رز الرباطي باليد، تنبات العقيق، المهرس، الموزون، كلشي داكشي كنت كنديرو في الدار. يعني اش كندير، هو في الصراحه كي اول حاجه هي الفياق بكري، كيقول لك الفياق بكري بدا بمشري، اول حاجه هي تفيقي بكري، خاصك تنظمي وقتك. الفئه الاولى هي اللي غنهضر عليها دابا، بالنسبه اللي عندها الوليدات واللي عندها راجلها تيجي يتغدى في الدار، اول حاجه غادي ديري غتفيقي في الصباح بكري، الا قدرتي كاع حتى 6 الصباح تلقاك فايقه، 6 الصباح عمري التليفون تلقاك فايقه، غتنوضي مع 6 الصباح غادي تحطي كما قلت لكم غتفيقي الصباح بكري، غادي يعني تبداي في الخدمه ديالك، سواء في الماكينه سواء الراندا سواء اي حاجه كتخدميها في الدار، غتبداي الخدمه ديالك بكري ووليداتك باقيين ناعسين. شويه من يقرب الوقت الى المهم كما قلت لكم اول حاجه غادي تفيقي مع الصباح بكري، يعني قولي 6 الصباح تلقاك تقريبا فايقه، هذه الا عندك الخدمه بزاف، ما عندكش حتى 7 كاع تزيدك واحد الساعه ديال النعاس. اول حاجه غادي تصايبي الفطور ديالك، يعني تعمري لولادك بريد ديال اتاي، حطي لهم الطابله ديالهم، حتى راجلك كامل يفيق مع 7 الصباح ولا مع اش كينوض يلقى الطابله، يعني يلقى الفطور موجود صافي، وانت تجلسي تخدمي، غتبقاي خدامه حتى توصل ديك 11، يعني بتوصل ل 11 صافي غادي تنوضي تجمعي الدار، طيبي الغداء، يعني تحيدي عليك العجينه الغداء، دوري واحد الدوره خفيفه في الدار، ماشي داك التخمال وداك الشيء ديال يعني واحد الجميعه من الفوق، يعني تجمعي هكا البيوتا، تجمعي الكوزينه، تردي الغداء، الغداء مردود، معي سالي الغداء، سالي الكوكوط الصفاره مع صافي ساليتي انتي شغلك، كترجعي ثاني تجلسي تخدمي، تغدي وليداتك وصافي. وهكا كانوا كينعسوا تنعسيهم ورا الجوج، ما كانوش كينعسوا خليهم يلعبوا، كتجلسي انت تخدمي من الجوج عاوتاني وانت خدامه حتى العشيه، حتى لديك 6 اولا الخمسه، بحال كتوصل ثاني الخمسه صافي تحطي ثاني الخدمه من يدك وتنوضي كسكروط عاوتاني العشاء ديالك، وتدوري تكملي الجميع ديال الدار، وثاني تشديها من تساليها كتوصل ديك 9 بحال هكاك، يعني تنعسي وليداتك 9 ونص بارك الله يجعل البركه الوليدات خاصهم ينعسوا، نعسي وليداتك وديك الساعه تشوفي انتيا الا تقدري تزيدي مازال تسهري تخدمي، تقدري تزيدي تخدمي الا كنتي كديري شي حاجه باليد هكا، تقدري تزيدي تخدمي حتى الليل ماشي مشكل، يعني وقت ما تجيك النعاس وتنعسي.
كنتي كتبغي تنعسي بكري نعسي بكري وتفيقي بكري وتخدمي، هكا كيكون نظام. يعني اي حياه عندها اولويات، اي واحد عنده اولويات في حياته. مثلا البنت اللي تتكون باقا ما متزوجه ما حتى شي حاجه، كتكون الاولويه ديالها هي الخدمه صافي، يعني غتفيق غتمشي غير الخدمه عادي. اما بالنسبه للسيده اللي كتكون مزوجه تيكون اولوياتها هي الزوج ديالها وليداتها، هما الاولين، خاصهم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا، يكونوا اليز عاده باش تبدا هي تشوف جهتها هي وتشوف راسها عاد تشوف هي اشنو باغا. هذا بالنسبه للناس الاولين. غنهضروا على اللي راجلها ما تيجيش للغدا، يعني ما تيخدم النهار كامل اولا ما تيكونش في الغدا. هاد النوع هذا هو اللي كنت انا، كان راجلي ما تيجيش للغدا، كنوض الصباح تقريبا مع ديك السبعه كيمشي هوايا، يعني كنحط الفطور في الطابله، كنفطر حتى انا مع السبعه صافي، كنبدا خدامه من السبعه وانا خدامه حتى لديك ال11، كيفيقوا وليداتي حتى ال11 صافي، كنوض نعطيهم حتى هما يفطروا، كنوض نوجد شي حاجه شي خربقه كالغدا بحكم هو ما كانش كيجي للغدا. بعض المرات كتبقى شي حاجه من العشاء كنسخنها، بعض المرات صافي، يعني ملي تكون الخدمه ما تبقاش عندك حتى الخاطر انك تبقاي طيبي، لان اللي مثلا في العشاء كتولي طيب غير العشاء، اللي مثلا الدار كيتجمعوا هكا في العشاء كتولي طيب غير العشاء، واللي كيتجمعوا الدار في الغدا كتولي طيب الغدا، والعشاء تكون غير شي حاجه خفيفه. يعني كنهضر لكم على الفئه المتوسطه، ماشي اللي خاصو العشاء خاصو الغدا بوحدو وخاصو العشاء بوحدو وخاصو ما عرفتش شنو. المهم هكا كنت انايا، كنت النهار كامل كنخدم، كتوصل 6 العشيه كما قلت لكم وصلنا ل 11 صافي، كيف يقولوا لي داس كنوض نعاود نفطر معهم ثاني الدوزيام ايطا من 7 الصباح حتى ل 11 تيجيك الجوع صافي. كنفطر الدراري نفطر معاهم، نهز ديك الطابله صافي نخليهم ثاني يلعبوا، وكنرجع نخدم. ما كنوضش ديك الساعه تقريبا توصل شي 12 بحال هكاك، عاد كنصاوب شي حاجه للغدا انا وليداتي، كنتغداو كنجمع ثاني صافي، نحيد غير الطابله، ما كنجمع لا روينه لا بيت لا حتى شي حاجه ما تنجمعها، كنهز الطابله فقط ندي داكشي للكوزينه وكنخلي حتى الماء عند تما حتى العشيه، حتى كتوصل ديك الخمسة ونص بحال هكاك صافي، كنحط الخدمه كامله من يدي كنوض، كنبدا من الباب من الباب وانا غادا تنجمع صافي، يعني تسيقي الدوش، تسيقي المراه، تدخل الكوزينه، الصالون، الكوكوط، ديجا تنشعل الكوكوط هي الاولى تصفر ولا شنو غادي ديري، كنشعل البوطه كلشي داكشي ردو، وكنشقى شقايه صافي، كنجمع كلشي كنحيدو. يعني كتوصل ديك 9 الليل كتلقاني ساليت بحال ما كنتش خدامه وما كانت عندي لا روينه لا والو. 9 الليل ثاني تنبدا، انا ما كنتش كنخدم بالليل بزاف، ما تنقدرش نخدم صافي، في الليل كنستراح، الصباح ثاني شنو عندي النهار كامل. في الليل كيجي راجلي، يعني ما تنقدرش نخدم في الليل، ما يمكنش هو النهار كامل هو في الخدمه ومن تجي ثاني تبقى هز هذيك مخدات الرانده ولا شي حاجه. يعني في الليل ما كنتش كنخدم، كنحبس حدي الخمسة ونص 6 العشيه تنحبس، يعني دايره البروغرام ديالي اللي باغا شي حاجه مزروبه غنطبقها لها بنهار، باش هكا كتفادي الستريس. واخا هو الصراحه القضيه اللي زوينه هي تحيدي شقك هو الاول، كتكوني مرتاحه نفسيا، هي انك تحيدي الشقه ديالك هو الاول كتكوني مرتاحه. اما النصيحه الاخرى اللي غنقول لكم هي ان يعني الا كنتي جالسه هكا في الدار، ما انا ما كنقولش لكم ما تشقاوش كاع، ولكن غديري بحال خدامه بحال خارجه على برا، يعني الا كليتي راه ما غاديش تنوضي ديك الساعه تغسلي دوك الماعن، يعني غتحطيهم حتى تسالي الخدمه ديالك، غتنظمي وقتك، واحد الوقت ديال غسيله الماعن وواحد الوقت ديال جميع الدار وواحد الوقت ديال الخدمه، وقت الخدمه وقت الخدمه، ما خاصكش ديباسي باش هكا يعني ما تلقايش حتى واحد الاختلاف مع الكليان ديالك ويمشيو لك الكليان على قبل الكلمه. الكلمه هي كلشي، عطيتيني مثلا 2 نجي للبياسه ديالي، خاصني 2 نجي للبياسه ديالي، انت خاصك تنظمي وقتك شغلك هذا، يعني الوقت ديال الخدمه وقت الخدمه وقت الشقه وقت الشقه صافي. كما قلت لكم ملي تفيقوا في الصباح يعني حاولوا تحيدوا شقاكم كامل في الصباح، جمعي داك الروينه وجمعي كلشي، يعني بالنهار غيبقى عندك الروينه ديال الدراري الصغار، غير مثلا البيت مروان ولا شي حاجه، حتى الماء الا كانوا غيكونوا غير شي كيسان ديال اتاي ولا شي حاجه، ما غتكونش ديك الروينه الكبيره. هادشي علاش نقول لكم الصباح حيدوا الشقه ولا في الليل صافي، يعني بالنهار واخا تبقى الروينه غير خليها، يعني واحد نص نهار مثلا جلستي من جوج حتى لخمسه ما تنوضيش، من جوج حتى لخمسه خاصك تحسبي راسك بحال خدامه على برا، يعني ما تنوضيش تجمعي صافي، تسالي خدمتك توصل لك الوقت ديري الساعه في يدك، جلست مع الجوج لخمسه خاصني نوض صافي، من الجوج لخمسه هي الشقه هي الخدمه، من وراها عاد نوضي قضي شغالاتك، عاوتاني في الصباح بحال هكاك. اللي عندها الصباح اللي بغات تختار الصباح تختاره، كما عطيتكم هاد الافكار، واللي بغات تختار الشقه ديال العشيه ولا الخدمه العشيه تختاره، والليل حاولوا تخليوا الليل ارتاحوا فيه، حاولوا تحيدوا الخدمه ديال الليل، يعني الليل خاصك ترتاحي باش الصباح ثاني تستقبلي نهار جديد وتماره جديده وستريس جديد ومع الوليدات وداكشي الله يحسن العوان. كما تنقول لكم راه حتى شي واحد
يعني واخا تشوفوني انا هكا تقولوا يمكن راه موفقه ما بين الدار الخدمه كيفاش هذا الشيء، ضروري ما كتبقى واحد شويه العيا وشويه الروينه. بحال دابا انايا مثلا نهضر لكم على راسي، مثلا دابا انا في الصباح كنوض كان يعني كنصوب الفطور كنحطه في الطابله، يعني اللي فاق راه غادي يفطر، الفطور موجود، كنجمع شويه هكا من الفوق، نجمع الفراشات، نشطب، نحيد غير الروينه صافي. وكنجي في حالاتي تسعود كتلقاني في المحل، يعني خرجت من الدار صافي تسعود كتلقاني في المحل. الوحده كنمشي ثاني نتغدى، الوحده كنمشي بعض المرات كنطيب غدايا، بعض المرات كنكون موجده صافي، يعني ثاني غير كنتغدى كنجلس واحد شويه نستراح، نهز التليفون، جاوب على التعاليق، يعني صافي ما تنديرش شي حاجه كثيره. حتى العشيه ثاني كنرجع ثاني مع الجوج للمحل، كنرجع ثاني في العشيه مع ديك الثمانيه للدار. مي كنرجع للثمانيه عاد كتبدا تما الروينه ديال العشاء وتغسلي المواعين واحد التجفيفه خفيفه، وتعاودي ثاني داك الروينه اللي رونوا الوليدات تعاودي ثاني تجمعي الدار، يعني ما كاينش شي حاجه. الصابون كنصبن مره في السيمانه، ما غاديش نبقى حيت انا ما جالساش في الدار باش نبقى كل 3 ايام نصبن، يعني حتى الصابون كنجمعو مره في السيمانه اللي فيها الصابون فقط، باش هكا يعني ما يجيكش واحد ستريس وما يعني ما يجيكش داك العيا وداك تبقاي تفكري في كل شيء، عندي الصابون عندي هادي عندي هادي ما غديري حتى حاجه. انا ملي كيطرى ليا كو كندير مانطا وتنعس صافي، يعني كتبلوكاي صافي كتجمع لك كل شيء كتبلوكاي. انا شحال من مره كان كيجي عندي الوالد ديالي تيقول لي حنان نوضي جمعي هو الاول عاد باش خدمي هو الثاني، نظمي وقتك. تيشوفني صافي شاد الخدمه في يدي والوليدات تيغوتوا كل واحد شنو باغي، اللي باغي تخرجي للجرده، اللي باغي يلعب، اللي باغي ياكل، اللي باغي ينعس، كل واحد شنو باغي. وانت خاصك يعني انت اللي بيدك كل شيء، خاصك انت اللي تنظمي وقتك. والفياق بكري كما قلت لكم هو الاول، الفياق بكري كيقولوا الذهب مشري ضروري من الفياق بكري. انا ما فقتوش بكري راه نص النهار مش، لان عسيت حتى 12 مشى لك النهار صافي، غير رجعي كملي النعاس عاوتاني حتى الربعه وفيقي. يعني بزاف كيفيقوا حتى 10 11 12 وكتقول لك عاد كتبدا، ورا النهار راه ساهله صافي. يعني العشيه داك النص ساعه اللي خاصك تشقاي فيه ماشي هو اللي غتخدمي فيه. المهم ما نطولش عليكم بزاف، وكنتمنى هاد المعلومات اللي قلت لكم تستافدوا منها، وكل وحده تلقى راسها في هادشي اللي قلت لكم، وكنتمنى التوفيق للجميع.